المرة دي. الجزء الثاني اللي هو الايه الاستراكشرال ديزاين، ديزاين بقى بتاع الايه المره دي الفلور. خلصت من وش الميه والمقاسيم، ابدا اشوف الفلور. ديزاين الفلور، ما هي دي قاعده خرسانيه. القاعده الخرسانيه دي مش ليها ابعاد؟ يعني لازم اعرف الطول ده قد ايه، ده قد ايه، الحته اللي بعد الهضار قد ايه، طب سمك القاعده في كل مكان قد ايه. فعندك هنا بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها بتبقى عايز تعرفها، بتبقى عايز تعرف في الطول ده اللي هو ليكن مثلا اسم ال واحد، بتبقى عايز تعرف الطول تحت الهضار، خلينا نكتبه فوق ده كده اللي هو ال واحد، تمام؟ طول القعدة تحت الهضار اللي هي من هنا لهنا دي كده ال اتنين، قطع بقى او طول القعدة من بعد الهضار دي كده اسمها سمك القعدة في ال واحد اسمه تي واحد، سمك القعدة في ال اتنين اسمه تي اتنين، سمك القعدة في ال ستور اسمه تي ستور، تمام؟ ستور ستور صح ستور صح. بص يا شباب، لما بتيجي بتجيب الابعاد دي تبقى عارفها انت بتعمل ايه؟ المفروض انك هتنقل من السمك تي واحد للسمك تي اتنين، ده بيكون كبير شويه. ازاي؟ عن طريق انك بتنزل من وش الهضار في زاويه 45 درجه لحد ما تقابل الخط بتاع تي اتنين، وتبدا منه تطلع ب 45 درجه لحد ما تقابل ايه؟ تي واحد. طب انا عايز اعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه، بمشي ال ال ستور كلها وهنزل بالتي ثلاثه، بمشي مسافه، المسافه دي مقدار اكس لسه ما اعرفهاش، وابدا انزل من اكس دي 45 درجه لحد ما اقابل ايه؟ تي 2، تمام كده؟ وكده يبقى انا رسمت الايه؟ الكروس سكشن بتاع. طيب انا عايز برضو اعرف المناسيب دي كلها اجيبها ازاي؟ اول حاجه بجيبها، بجيب هيد الميه، اكتر هيد ميه مؤثر في الهضار ده فوق المنشأ، هو عباره عن ايه؟ منسوب للميه ناقص اقل منسوب للميه في الهاي، او اعلى منسوب للميه ناقص اقل منسوب للميه في اللو، او منسوب للكريست ناقص اقل منسوب للميه خالص اللي هو الايه؟ البيد ليفل. يبقى عندي ام اب ستريم هي ووتر ليفل ناقص داون ستريم هاي، اب ستريم لو ناقص داون ستريم لو، او الكريست ناقص داون ستريم بيد ليفل، بس هي ممكن ما تبقاش داون ستريم بتلف. كان في مساله كده كان الهضار فيها عامل كده، وادي وش الميه، وش الباب في الداون ستريم، منسوب الباب في الداون ستريم، وجه في الاب ستريم المنسوب عامل كده. فكده في ايه؟ في اختلاف في المناسيب. يبقى لما تيجي تاخد هتاخد اي منسوب اللي تحت خالص، يبقى الكريست ليفل ناقص البيد ليفل الاقل، مش شرط يكون في الداون ستريم، يبقى دي اكتب تحتها كده ايه؟ او الاقل. وصلت؟ طيب يبقى انا كده جبت ايه؟ هيد الميه اللي وصلنا عليه الماكس. بعد ما جبت هيد الميه بجيب حاجه اسمها طول المسار الامن. ايه طول المسار الامن؟ اللي هو اسمه ال. في اثنين عالمين اشتغلوا فيه، العالم الاول اسمه بلاي، العالم الثاني اسمه لي، وفي فرقتين. فاحنا ايه؟ هنبقى عارفين الفرقتين والفروقات بينهم. في الحل بسيط، لو انا شغال بطريقه بلاي فطول المسار الامن هو عباره عن ايه؟ الاتش ديزاين اللي انت جبتها بس مضروبه في الثابت بتاع بلاي اللي هو اسمه سي بلاي. لو انت شغال بطريقه لي يبقى الاتش ديزاين بتاعتك مضروبه في الثابت اللي اسمه سي لي. حد كده في مشكلة؟ ده طول المسار الآمن النظري، ده كده اللي موجود من ايه؟ من التجارب المعملية. المفروض ان المية بتاعتك لما يكون الهيد بتاعها بالمنظر ده بالقيمة دي يبقى الطول الآمن بكذا. تعال نشوف طول المسار الفعلي. طول مسار ايه؟ هو طبيعي المية بتاعتك بتمشي من فين؟ من فوق الهضاب، تمام؟ بس الميه دايما بتدور على ايه؟ على اقصر مسار تمشي فيه. اقصر مسار اللي هو ايه يا شباب؟
انها تعمل تسريب كده. التسريب ده يحصل حوالين القاعدة المنظر ويطلع من الناحية التانية. تمام؟ يبقى ده المسار اللي احنا بنتكلم عليه، الطول الآمن اللي هو ال بالواي او ال. طب الطول الفعلي اللي احنا رسمناه دلوقتي، ان انا رحت جاي نازل تي واحد، مشيت جزء من ال واحد، ميلت ب 45، مشيت بقيت ال واحد، مشيت ال 2 كلها وبعدين مشيت حته من ال سكور، ميلت ب 45، كملت ال سكور طلعت بايه؟ ب 3. ده الطول الايه؟ اللي الميه هتمشيه فعليا. الطول ده بسميه ال داش. يبقى الطول الازرق ده اسمه ايه يا شباب؟ ال داش. تمام؟ طيب هو تسهيلا علينا على حسابنا لسه اصلا، يعني انا مش عارف الحته دي تبقى فين بالظبط، يبقى انا مضطر ارسم الرسمه تو سكيل عشان اعمل ايه؟ عشان اوضح بقى الميول دي واعرف الاطوال بالظبط قد ايه. فالتسهيل عليك، بدل ما هي ماشيه كده هي هتنزل الميه في اكبر سمك عندها اللي هو ايه؟ تيتنين، وهتمشي كامل طول الفلور كلها هتطلع فين؟ من الناحيه الثانيه. يبقى ده طول المسار الفعلي التقريبي بقى اللي احنا هنشتغل عليه. تمام؟ يبقى ايه الدش عندنا هنا؟ عباره عن ايه يا شباب؟ اتنين تي اتنين ال واحد زائد ال اتنين زائد ال سكور زائد اتنين تي وطلع تي اتنين تي اتنين اتنين تي اتنين هي تي اتنين. تمام؟ طيب لو شغال بطريقة ليل، فليل أي مسافة أفقية بيقسمها على تلاتة. تمام كده؟ يبقى في التجربة بتاعته هو أي مسافة أفقية بيقسمها على تلاتة. فتعالى نجيب ال داش بطريقة ليل. ال داش عبارة عن ايه؟ ال واحد زائد ال اتنين زائد نفس الكلام بس ال واحد زائد ال اتنين زائد ال سكور، بس دي مسافات ايه؟ هقسمها على ثلاثة، ودي اتنين دي رأسية فمش هقسمها على. لحد كده في مشكلة؟ مش مهندس، اشمعنى انا واقف في الاتنين في احنا قلنا الطول الأحمر ده عبارة عن ايه؟ هنزل تي اتنين، همشي ال واحد ال اتنين ال سكور وهطلع تي اتنين. طيب عايز اعرف الالات دي كلها، وانا الديزاين بتاعي انا اوجد الدايمنشن بتاعت الفلور وشيك عليها. طيب اول حاجه في شويه فروض كده بنعملهم، هنفرض زي ما الدكتور بفرض في المحاضره كل واحده فيهم بتديها معادله، بس الدكتور ثبتها قال لك خد ال واحد ب 6 متر وهتاخد تي واحد ب 1 متر. قال لك خد ال 2 ب 6 متر برضه وهتاخد تي 2 ب 2 متر. ال سكور هتقسمها يا فندم ودي جالك كام؟ 1. ماشي؟ يبقى انت الابعاد بتاعت الفلوس كلها معاك ما عدا ال سكور. طب قانون ال سكور اللي هو ايه؟ القانون بتاع ال سكور او التسجيل ال سكور هي عباره عن فاكتور اسمه سي سكور مضروب في الايه؟ في الاتش سكور، في جذر الاتش سكور. طب الاتش سكور بيتجاب ازاي؟ كانت الميه اعلى منسوب وش الميه اللي هو الاب ستريم هاي ووتر ليفل ناقص اقل منسوب للميه اللي هو الداون ستريم وهتطرح منه ارتفاع المياه الحارة. فاكر ارتفاع المياه الحارة كان ايه؟ جذر التكعيب. فيو سمول تربيع على عجلة الدريسكيل. ايه فيو سمول دي؟ التصرف للمتر. التصرف للمتر الواحد. يبقى الفيو سمول دي لو انا عندي ماشي في المجرى المائي عرض كمية مياه مقدارها كيو على عرض بي، يبقى المتر الواحد عبارة عن ايه؟ الكيو على البي. طب انا كان عندي 2 كيو الماكسيموم ولا المينيموم؟ على دي فيها مشكله؟ كده انت جبت الايه؟ ال ولا اس سكوير ده الفاكتور بتاع النحو سي سكوير ده جيفن يعني؟ يبقى انت المفروض عندك ان النظريه
لان الميه دي لما بيحصل تسريب من الناحيه دي بتحصل ايه؟ بتطلع برضو قوه دفع. قوه الدفع دي ممكن تسبب فوق هنا ايه؟ تاكل في الفلور. لكن لو انت المفروض تمشي ومرجع تمشي بمقدار الآن اللي هو 12 متر، لما هتمشي 12 متر مش هيحصل هنا ايه؟ قوه دفع. مش هيحصل تاكل. فلو مشيت اكتر منهم ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ الدنيا سليمه. فلو مشيت اقل منهم المايه دي ماشيه بضغط، فتبقى ايه؟ عايزه ترفع الفلور دي، عايزه تكسر الفلور الموجوده فين؟ في السمك اللي هو تي 3. لحد كده في مشكله؟ ما نزلش احنا بنجيب الواي كريتيكال. نعم؟ الواي كريتيكال بنجيبها ليه؟ بنجيبها ايه؟ بنجيبها ليه؟ ما هيش بنجيب الاتش اس بنجيبها ليه؟ وانا برضه يا باشمهندس انا الداون ستريم بتجيب برضه اقل حاجه. هو المفروض ان هو اقل حاجه، بس الدكتور بيقول لك تعال معاها انها الداون ستريم بتجيب بس. زي هنا برضه. ما انت هنا قلت الاقل. هنا الاقل. هنا لا مالهاش علاقه. هنا خد البيت ليفل الداون ستريم وخلاص. مالهاش علاقه. اه. ماشي الاول بس يعني بين وبعدين. لو يبقى ما احنا قلنا ان الدلاي والين دول الاثنين علماء، الاثنين دول اشتغلوا على التجربه دي، فطلعوا ان الطول الامن بتاعهم لو انت شغال بطريقه دلاي هو هتلاقي الميه لو هتصمم عليه هتضربه في الفاكتور بتاعه اللي هو صفر، لو شغال بليه هو هتلاقي الميه هتضربه في الفاكتور اللي هو اسمه سيرو. الفرق بينهم في الحسابات بتاعتك ان دلاي بيشتغل عادي لكن لين بيقسم اي مسافه افقيه على التلاته. عشان كده لما جينا جبنا ال داش في دلاي جبناها عادي لكن في لين قسمنا الافقيه على ايه؟ لا مش هنسعى هنا بس يعني عندي لو مصابين بكتير الحته دي باخد انا واحد فيهم لو زي ما زي ما في الاتش سكار خد الدرجه هنا اكتب الاقل وقت. طيب يا شباب ممكن لو سمحتوا نحل مساله عشان نحس الارقام بدل ما احنا بنكتب في بس لو جينا المساله بتاعت السيشن اللي فات كنا في المساله دي جايبين مناسيب ان الاب ستريم هاي ووتر ليفل طلع معانا ب 16 18 والاب ستريم لو ووتر ليفل 15 77 كان الداون ستريم هاي ووتر ليفل 15 35 الداون ستريم لو 14 93 الكريست ليفل كان 14 10 الداون ستريم ميد ليفل 11 95 وما جابليش اي سيره على الاب ستريم ميد ليفل. تمام؟ لو انا عايز اجيب الاتش ديزاين هعمل ايه؟ اجيب عوض الاب ستريم هاي ووتر ليفل اللي هو 16 16 18 ناقص الداون ستريم 15 35 35 الكلام ده كان بوينت 8 2 بوينت 8 3 طيب لو جيت عوضت الثانية الأب ستريم لو اللي هو 77 ناقص الداون ستريم لو 14 93 94 93.8 4 متر. تعالى نشوف الكريست اللي هو كام؟ 14 و10 ناقص الفيد ليفل 11 95 هيديك كام؟ 2 15. طالما شغال النوع اللي هو البرود كريست بليد والنوع اللي هو الهضار والميه داون ستريم بتبقى اعلى من منسوب سطح الهضار، دي الطريقه الوحيده اللي انت اشتغلت عليها. طالما شغال بالطريقه دي يبقى انت عندك دايما الماكسيمال اتش دراي ماكسيمال بتاعتك تكون دايما ايه؟ خطوه تمام؟ فهنا الاتش ديزاين بتاعك طلعت بكام الماكسيمم؟ 2 وربع 15 لا هو بيجيب دايما في الجزئيه دي روت كريست. كان جاي في المساله بيقول لك ان السي بلاين ب 18 بيقول لك ده اشتغل بأي طريقه؟ بلاين كان مديني السي سكور ب 11 تمام؟ خد بالك ان السي سكور دي مش شرط تكون معقد 11 وما ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا باشمهندس هتلاقي دي كده مش موجوده عندك السي ايه مثلا ب 20 مثلا 20 تمام؟ السي ايه ب 20 عشان تجيب السي سكور هتجيبها من ليه؟ حتى لو
شغال بالدور. هي عبارة عن ايه؟ ان السي سكوير دي سالب 6/10 من السي لين. من السي بلاط. السي لين حتى لو شغال بالدور. تمام؟ ماليش معنى. يبقى السي سكوير يا اما معطى يا اما 6/10 من ايه؟ من السي لين. من السي لين. هو في المسألة دي كان بيديها لي معطى بكام؟ وصلت؟ ايه؟ طيب يبقى انا دلوقتي شغال بأي طريقة؟ شغال بطريقة؟ لا ممكن اسيب لاين وسيلين هنشتغل بأي واحدة؟ او ايه؟ ممكن اسيب لاين وسيلين هنشتغل بأي واحدة؟ لا هو مديك التنتين هيحدد لك تشتغل بالايه وتشتغل بالرو. وانا شغال في الباور صح؟ ليه بقى انا دخلت الدكتور انا باشمهندس السيلين السي سكاور دايما قيمه ثابته رقم عددي يا اما 6/10 من السيلين ملهاش علاقه بالطريقه اللي انت شغال السي سكاور الدكتور عاملها 6/10 من السيلين 8/10 6/10 من السيلين 8/10 من لا لا 6/10 من السيلين السيلين. طب خلاص انا هأكد عليك زي دي السكشن دي بعد مش كده السيلين خلاص السيلين. طب تعالى يا شباب احنا قلنا هنا اول حاجه بجيبها بجيب الطول الامن اللي هو النظري يبقى ايه الجاي عندي هنا بتساوي الاكس بتساوي اللي طلعت معايا اللي هي الايه الماكسيمم 2.15 هضربها في السي بلاي 11 18 وابدا اشوف الرقم ده كام 15 تركز بقى عشان ما نلحقش عنديش 30 و15 38 صح 38 و7 المفروض مسار التسريب بتاعك يمشي مقدار 38.7 تحت الفضار عشان ما يسببش ضرر على الفلور بتاعك. تمام؟ طب تعالى نشوف الطول ده الايه؟ الحقيقي. أول حاجة هنفرض، هنفرض ايه؟ ال واحد و تي واحد و ال اتنين و تي اتنين ايه؟ و تي تلاتة بكام؟ ال سكور هي اللي محتاجة ايه؟ تعالى نحسب ال سكور. قلنا عشان نحسب ال سكور محتاجين ايه؟ هي السي سكور في جذر الاتش سكور. طب الاتش سكور اساسا عباره عن ايه؟ الار سكرين هاي ووتر ليفل ناقص اقل ما نشوف ميه خالص هو الداون سكرين ليفل مطرح منهم ايه؟ الواي كريتيكال. الواي كريتيكال. طب الواي كريتيكال اساسا كام؟ جذر التبعين يو تربيع على عدد الكاسيتات. يبقى اول حاجه عندي هعملها هدي كيو سمول. الكيو سمول بتساوي الكيو ماكسيموم على بي. الكيو ماكسيموم في المسألة دي كنا جايبينها كانت بكام؟ تاني 98.67 على البي. البي كانت هنا 15.28 قربناها 15.3 واروح جاي من هنا مطلع قيمة الكيو سمول 6.45 وحدتها ايه؟ كمية المية متر مكعب على السنة لكل متر. تمام؟ نيجي بقى نعرف الايه؟ وجه جذر التفعيل كيو سمول تربيع على عجلة الجاذبية هتلاقي الرقم ده اللي طلع معاك 1.61 تمام كده؟ اكتب ايه؟ الواي كريت المسألة دي كانت شيت تقريبا لا 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 خد ايه بقى هنا؟ عايز احسب الاتش سكاور خلي القانون ده انا اعوض فيه بعدين امسح نازل الترم نازل الترم مش هقعد اقول اسكت الاتش سكاور بتساوي ايه يا شباب؟ ابستريم هاي ووتر ليفل 16 18 البيج ليفل الاقل 11 95 البيج ليفل في الدول 11 95 واضح منها الارتفاع الحاجة اللي هو
واحد واحد ستة. اثنين سبعة ستة. اثنين ستة سبعة ماشي؟ كده انا جبت الايه؟ الاتش سكور. عايز اجيب السكور اللي هي ايه؟ سي سكور في كذا؟ الاتش سكور. بقى السكور. انا بقى واحد بقى السكور. السي سكور كان بكام؟ 11. اللي بالازرق ده مثال، اللي بنعرفه في المساله اللي بالاسم. مضروبه فيه. جد؟ 2 بوينت 6 7 2 رقم ده طلع معايا 77. مش هنخسر بعض على اثنين ماشي. معرفش يحصل. مت. جبنا الـ سكور. تيجي نحسب بقى الـ ال داش. يبقى الـ داش عبارة عن ايه؟ الـ واحد بستة متر. الـ سكور 17.97 زائد 2 دي 2 رقم ده بكام؟ 33 الآمن المفروض المية تمشي مسافة الضربة 38 مسافة. انت مشيتها او المنشأ بالابعاد دي المية هتمشي مسافة مقدارها ايه؟ 33 مسافة. وبالتالي هتطلع الناحية التانية فيها فوق. تعمل بقى هيدروليك جامب، تعمل تآكل في الفلور، انا مش عارف الفلور تتاكل مش هتصينها كل شوية. صح؟ يبقى المفروض تعمل لها ايه؟ معالجة. محتاج اعمل ايه؟ اقلل من قوه الميه. اقلل من قوه الميه ازاي؟ ان انا امشيها مسافه ازيد، اطول المسار بتاعها. تمام. انا لسه دلوقتي بصمم، انا لسه بحفر وبنفذ، يعني لسه بايدي اعمل اي حاجه. فانا هختار، ابدا اشوف الاول قبل ما اختار. ده الآن ده المفروض المايه تمشي. يعني ايه مشي ده؟ لا هي لازم تمشي ده او اكتر منه. لا ليه عادي فيه. انت المايه بتاعتك بتمشي تحت لحد ما تفصل طاقتها وخلص. طالما انت قصرت المسافه بتاعتك لا خلاص اتسرقت. هتيجي تشوف الفرق الاول. الفرق بينهم حوالي كام؟ 5 متر صح؟ 2 متر 5 لما يكون الفرق أكتر من متر وأنا لسه بنفس، ويكون الفرق أكتر من متر أعمل إيه؟ أستخدم حاجة اسمها شيت باير، عارفين شيت باير؟ شيت باير هو ستارة حديد، شيت حديد كده نازل بعرض المنشأ اللي جوه. لو أنت جيت بصيت عليه من السايد فيو هتشوفه خط كده. الشيت بايل ده ليه عمر بحيث ان الميه بتاعتك بدل ما هتمشي كده هي هيحصل فيها ايه؟ هتنزل وهتطلع وتكمل. شايف كده طولت المسار بتاعه شويه؟ طيب الشيت بايل ده لما بحطه فين؟ عند وش الرادار بالظبط، اسفل وش الرادار. طيب الشيت بايل ده العمق بتاعه يكون من 2 متر لحد 7 متر. اقل من 2 مش هينفع تنفذ غير 2، اكتر من 7 مش هتنفذ غير ايه؟ 7. تمام؟ طب تعالى نشوف عمق الشيت بايل بتاعنا طلع قد ايه؟ عشان احسب الدبس ده هو عباره عن الفرق بين ال بار ناقص الايه؟ ال داش على 2. ليه على 2؟ عشان هي هتمشي مسافه وهتطلع نفس المسافه تاني. طب ال بار بتاعتي اللي هي 38 7 ناقص 33.97 على الرقم ده هيطلع بكام؟ اللي هي بقربها ل 2.5. تمام كده؟ طيب انا الدبس بتاع الشيت بايل 2.5 متر. هستخدم الشيت بايل. طب افرض الدبس بتاعي طلع 10 متر. واحد ثلاثة. طب الثاني هحطه فين؟ الثاني شيت بايل الثاني حطه هنا في السمت اللي هو في ثلاثة خلال المسافة اللي اسمها اكس. ده المكان الثاني اللي هحط فيه الشيت بايل. العمق بتاعه انت لازم تحطهم على مسافة، المسافة دي بتكون
2 الدي اكبر من او تساوي مجموع الدي تمام. طب افرض طلع معاك لحد 14 تبقى منشد باي. طب افرض طلع معاك 15 لا اكتر عدد شيت بايرز 2 2 7 يبقى انت لحد 2 لحد 14 متر كده استخدم شيت بايرز انا لو هي 15 يعني فرق 1 متر ليها طريقه لو 17 ليها حل. تعالوا نشوف الطريقه الاولانيه ادي الفلور بتاعتي قلنا ان انا هستخدم واحد شيت باير هنا مثلا هو كام 7 متر مثلا هستخدم هنا الشيت باير اللي هو 7 متر برضه لقيت بقى معايا 1 متر بروح اعمل ركبه كده في الفلور من تحت بحيث الركبه دي عامله ازاي بنزل بعمق 1 متر ومن تحت عرضها ربع ومن فوق عرضها نص دي بستخدمها عشان افادي مسافه مقدارها كام واحد من تسعه لين الثاني تاسع اول واحد بحطه عند وش الدور الثاني بحطه في السمك اللي هو الثلاثه ده سبعه متر وده سبعه متر لا انت سيبهم طب افرض عندي واحد متر زياده الكلام ده في حاله حاله لو هو زياده لو الدي طلعت 15 طب لو اقل من 15 هو يا باشمهندس سواء 15 عندك 2 شيت باير هيفادوك واحنا بنقول ايه؟ قلنا الشيت باير اخره 7 متر 7 متر للواحد وماليش غير 2 يبقى انا الدي لما تطلع لحد 14 هستخدم شيت باير بس زادت متر اعمل الرب طب لو الدي طلعت اصلا ب 1 متر من الاول من الرب مش محتاج الشيت باير ده ولا محتاج الشيت باير ده اعمل الرب بس لان انت اقل شيت باير عندك 2 متر يبقى ايه لازمته تكلفه على الفاضي صح؟ وصلت؟ طب افرض بقى نعم ركبه تعمل اه ركبه تبقى في النهايه طب اكملها شكلها كده ودي ابعدها دي بتمشي قد ايه؟ 1 متر 1 متر لو دي طلعت ب 1 متر اللي هو يعني فرق 2 متر من ال داش وال ال او ال طيب افرض مش 15 افرض طلعت 17 زي ما قلنا مثلا هعمل ده هياخد 7 هعمل الشباير الثاني هياخد كده 7 كده كام؟ 14 بقى 3 متر مش تكلفه بقى على الفاضي نطور انا هعمل ايه؟ نطور ال اس كور بدل ما هي كانت كام؟ ال اس كور 17 97 ازودها 3 متر ايه؟ 20 يبقى انا في الحاله دي عملت ايه؟ عملت يوز تو شيت باير وانكريز ال اس كور بالايه؟ بالفرق وصلت؟ بس خد بالك لو الدي طلعت معاك ب 14 تعمل ايه؟ 2 طلعت ب 15 2 و1 2 و1 طب افرض طلعت الدي ب 17 2 وازود لا انا عايزاك انت بقى تشرح لي قول لي انا لو هي سبعة يبقى احط واحد لو هي سبعة اخرها سبعة احط معاها شيت باير لو ال 14 احط 2 لو 15 احط ربع ماشي تمام لو هي بقى زادت 15 بحط 2 واحط وازود الاس كار انت حلو انت عارف هو امال ايه بقى فين الشباب يعني معلش يعني فين الشباب عمونا بقى طب بص يا شباب خد بالك بقى من الجزئيه دي احنا قلنا لو هي 17 فانت في فرق 3 صح؟ يبقى هتزود الايه؟ الاس كور هتزودها 3؟ لو جيت مش احنا قلنا لو دي طلعت ب 17 7 و7 7 و7 14 في فرق 3 في الدي طب الدي دي تتكلم عن ايه؟ مسار رايح جاي لما تيجي تزود الاس كور هي الميه تحتها هتروح وتيجي ولو هو خط واحد واخد بالك انك تزود دي كام؟ 6 6 خدتوا بالكم من التركه دي؟ لا تاني ابو الدي طلعت 17 7 و7 14 ماشي بقى كام؟ بقى الثلاثة دي ايه؟
يعني انت مش 3 ونص كده و3 ونص كده. طب ما هي مش 3 ايه بقى بمقدار؟ لا مش 3 ابتدي نحسبها على انها حاجز. الميه هتلف حواليها يعني هتمشي مرتين رايح جاي ومش ارتفاع هتمشي مرتين 3 ونص كده مش ارتفاع الشيط بقى لحد 7 متر مش منزل مش كده الشيط بقى للواحد اشيل 14 اثنين مع بعض لان انا بنحسب النص الارتفاع بس بنحسب النص الارتفاع بس انا ما بنحسبش 14 انا دماغي حسبت 14 بنحسب النص الارتفاع انا دماغي صراحه اللي دماغي من اللي انا حسبت انا جبت الدي مش زي دي ماشي 6 انا بتكلم على الدي اللي هي فرق المسافه مقسوم اصلا على ايه؟ على الاثنين اللي قسمناها على الاثنين فرق المسافه مقسوم اصلا على ايه؟ على الاثنين دي خدت 7 دي خدت 7 باقي مسافه مقسومه على الاثنين مقدارها انا ما عنديش حاجه لاسفل الميه تلف حواليه انا همشي افقي يبقى بدل ما امشي ثلاثه امشي كام؟ ثلاثه في اثنين بقى اللي هي الاصل بقى يعني انا مثلا نعم؟ اه ايه دلوقتي ما استردهاش على الاثنين انا قسمت الفرق على الاثنين ده عشان استخدم شيت باي طب لو انا هستخدم ميه ماشيه افقي اقسم على الاثنين ليه؟ زي ما جه في مساء الميدترم كده قال لك انا عندي مسار باشمهندس ركز لو سمحت عشان مش هعيد تاني لو انا عندي نظار والنظار ده مقام منفذ فعليا هل ينفع النظار ده حصل تغيير في منسوب الميه فبقت الاتش ديزاين كبير سوري الاتش ديزاين اختلف فالاي دي بتاعتي قيمه اتغيرت وبيقول لك شوف لي النظار ده سيف ولا ان سيف فانت المفروض تحسب ايه اللي داش صح ابعادك كلها موجوده انت مش بتجيب السكور انت الرسمه بتبقى مرسومه بتروح جامع الابعاد دي جبت الايه اللي داش وبتقارنها بايه باللي اللي بلاي دي المره دي ايه مناسيب الميه اختلفت فبالتالي الاتش ديزاين اختلفت بقى حصل تفاوت فجيت بصيت لقيتها انسب هل هينفع تروح حاطط شيت باين تحت النظاره ينفع تطور الاسكار بتاعته طب ينفع تزود الرتبه بتاعته ولا حاجه جدا ما ينفعش صح يبقى ساعتها انت محتاج تعمل ايه طرق معالجه ثانيه فانت بتقول ان الهضار ده انسيف بعد ما حسبت الحسابات طب ايه رايك يا باشمهندس نعالجها ازاي هتروح تقول له ليه عندك الطريقه الاولى انك تعمل هضار معاكس السنه فبتلاقي لي ايه بيقلل من قوه الميه اللي جايه من الناحيه دي فلما تيجي تنتقل الميه اللي جايه من تحت التسريب ما يحصلش هيدروليك جامب فبالتالي ما يحصلش ايه تآكل تمام دي الطريقه الاولى الطريقه الثانيه بتعمل حاجه اسمها ستيبد ويل او مطبات تبقى عامله كده مش دي برضو بتقلل من قوه الميه صح طب الطريقه الثالثه والاخيره انك بتعمل هنا شبكه سكرين شبكه كده اهي وبتروح جاي موقفها بالمنظر ده فالشبكه دي بتوعيك من ايه او بتقلل من ايه من قوه التقاوم مع بعض فبتقلل من النحر اللي هيحصل يبقى انت بتكتب ثلاث حلول لو حصل قال لك قول رايك كنت قلت له هنعمل شيت باين المساله كلها بارقامك وكل حاجه غلط لان انت ايه حافظ مش فاهم ودي مساله فين مش فاهم ماشي واخد بالك كويس قوي من كل رايك انت بتقول رايك في ايه خلاص
اقل من 7 يبقى ايه؟ يوز وان شيت بايت. موجود فين؟ عند وش الهضار. عند وش الهضار وعمق قد ايه؟ 2.5 ده كده خلاص ملوش. حتى الان الدنيا تمام. انت كده عملت الجزء الاولاني من الاستراكشر ديزاين. عايزين نمسح عشان نعمل الجزء الثاني. هات مكتب صور حاجه مش كده. دي 2 ودي 3 محتاج اعمل تشيك عليها. تمام؟ وعايز اجيب قيمه الاكس لو تفتكروا مش احنا كنا قايلين المسافه دي مقدارها اكس. عايز اجيبها اشوفها بكده. قبل ما تعمل الخطوه دي او قبل ما تدخل في الحسابات دي في جزئيه مش بتطلب منك في المساله بس لازم تعملها. بنعمل ايه؟ بنرسم اب ليفت دايجرام. ده ما بيجيش معاك بس لازم ترسمه. طب الاب ليفت دايجرام ده هو عباره عن ايه؟ والنبي ركزوا عشان انتوا غلبتوني في دي. ما اعرفش بصراحه هي سهله والله ما فيهاش اي حاجه. الاب ليفت دايجرام ده عباره عن ايه؟ قله الضغط بتاعت الميه بيقابلها من تحت ايه؟ هو الدفع صح؟ فانت عندك هنا عايزين نرسم او نحسب قيمه قوه الاب ليفت فورس عند كل جزئيه تحت الفلور بتاعت الهضره. هنا في النقطه دي قيمه القوه بتاعت الميه اللي هي تقدر تتصرف بيها دي هي عباره عن ايه؟ هد الميه اللي فوقيها اللي هو الاتش ديزاين. تمام؟ طيب الميه بتاعتي طول كل ما بتمشي بيحصل ايه؟ تفقد طاقة، صح؟ يبقى لما هتمشي المسافة دي هتفقد طاقة، هتمشي المسافة دي هتفقد وهكذا لحد ما توصل في النهاية هنا قيمة القوة بتاعت الأب ليفت بإيه؟ بزيد. تمام كده؟ طيب يبقى أنت عندك عشان ترسم الأب ليفت دايجرام بتعمل خط كده. الخط ده دي الخط ده هو خط الصفر. أسفل النقطة دي عند النقطة اللي فوق خالص دي قيمة الأب ليفت فورس بكام؟ بهد المية اللي هو اتش ديزاين أهو. يبقى المسافة دي كام؟ اتش ديزاين أهي. بس كده لا مش بس حاجة منطقية. جيت من هنا كانت اتش ديزاين نزلت مسافة مقدارها دي واحد. قيمة القوة اللي بتفقدها هي المسافة اللي هتمشيها مقسومة على الثابت اللي انت شغال بيه. فأنا عندي هنا شغال دبلاي. فأنا عندي دي كانت اتش ديزاين نزلت مسافة تي واحد مش الاتنين على نفس الخط. وبعد ما كانت اتش ديزاين هنا هتفقد قوة مقدارها قد ايه؟ تي واحد على سبلاي. تي واحد على الثابت بتاع دبلاي. عرفنا الثابت ده ايه؟ شفت اللي بيكتب؟ الثابت ده القيمة دي عبارة عن ايه؟ دي قيمة القوة اللي بتفقدها المية طول ما هي ماشية. عبارة عن ايه؟ المسافة اللي بتمشيها مقسومة على الثابت. طب المية بقت هنا. طب المية هتمشي مسافة مقدارها ايه؟ ال واحد. صح؟ طيب المسافة دي مسافة أفقية. فهي بتقل. بتقل مقدار قد ايه بقى؟ ال واحد على سي فلور. تمام كده؟ طيب بس مش دروب بقى هما مش في نفس النقطة. هي كل ما هي ماشية عمالة ايه؟ تقل بتقرب للصفر اهي. تمام؟ يبقى لحد هنا كده ال واحد على سي فلور. بعد كده انت عندك شيت بايب صح كده؟ الشيت بايب ده هو يعتبر سلكه مهمل. هو كأن في نفس النقطة حصل ايه؟ نزلت دي وطلعت دي يعني قلت فرص مقدارها 2 دي على سي صح؟ دروب اهي 2 دي بس. تمام؟ المسافة دي قيمتها كام؟ تي واحد زي ناقص تي واحد على السي بلوك. الحتة دي من هنا لهنا قيمتها كام؟ لا الكلام ده ناقص 2 دي. مثلا
ناقص دي واحد على السيب مش تاني ناقص اتنين واحد على السيب ال واحد على السيب. طب الحته دي لو سميتها مثلا اتش واحد، اتش واحد بكام؟ الكلام ده اطرح منه اتنين جديد اتش دي زرب ماشي تي واحد يبقى قل تي واحد على السي بلس، ماشي ال واحد يبقى قل ال واحد على السي بلس، ناقص اتنين دي نزلت دي وطلعت دي اتنين دي دي على سي بلس وصلت؟ اه طيب نكمل بقى. ماشي تحت الهضار مسافه مقدارها الاثنين، الاثنين على السي بلس مسافه افقيه هتبقى ايه؟ تقل. تمام؟ حصل اي دروب فهتقل برضه قوه مقدارها ايه؟ ال 3 او ال سكور على سي بلوك. طب المسافه دي مقدارها قد ايه؟ تي 3 على سي بلوك. وافتح عليها دي تي 3 على سي بلوك صح ولا غلط؟ صح. ده لو انا جيت من اليمين عايز اكسب بعد دي هنا، عايز اكسب هنا الحته دي عباره عن ايه؟ بص على الرسمه اللي فوق في الدياجرام هنا اتش ديزاين صح؟ هتقل تي واحد على السي، هتقل ال واحد على السي، هتقل الدروب ده اللي هو 2 دي على السي، هتقل ال 2 على السي. طب لو عايز احسبها منين؟ الناحيه دي مش هنا اتش ديزاين ناقص؟ المفروض ان هي في النهايه توصل هنا لايه؟ صفر. صفر. طب عايز احسبها من الحاله. تبقى زائد. تي 3 سي بلو. زائد ال سكار على سي بلو. وصلت يا شباب؟ سي بلو. شنو جبنا؟ شنو جبنا؟ شنو جبنا؟ مش دراع. ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش شيء سولس. تمام؟ عمال يرسم الارض نفسه دياجرام هو عباره عن ايه؟ هنا اتش ديزاين ناقص تي واحد على السي ناقص ال واحد على السي، في شيء ضايل؟ لا اكمل زي ما انا الاثنين على السي ال سكار على السي والحته دي كانت ايه؟ تي 3 على السي. طب لما يبقى في شيء ضايل اثنين شيء ضايل بقى قولوا لي شكلها هيبقى عامل ازاي؟ في دروبين في دروبين صح؟ اتش ديزاين ناقص تي واحد على السي بس ايه ده واحد على السي هنا ماشي بال يمشي اطلع تاني في حته هو الشيء بال محطوط فين؟ ثلاثة هنا ثاني مكان في حته في الاكس ماشي يبقى هانفورميشن ناقص حته من ال سكور على السي على السي ناقص بقى الدروب ده اللي انا مش عارف مكانه اللي هو 2 دي 2 على السي وبعدين اكمل لحد ما ايه؟ وصل؟ حد كده حد عنده مشكله؟ ايه ايه مش واصله؟ مش واصله؟ فاهمها ولا لا؟ السيده بتقول لا عايزين نجيب الاكس لسه يا اخي اصبر يا حاج ماشي كده بالمنظر ده في شيء طاير؟ مفيش شيء طاير خالص هنا في شيء طاير واحد طب ممكن معلش كده لا خليها دلوقتي خليها كده حد عايز يصور دول ممسحهم عشان اكمل حل؟ ايا كان الاب ليفت دايجرام بتاعك ايا كان الشيب طاير بتاعك في ثلاث اماكن تحط لي القيمه بتاعتهم تكتب قانونهم او تكتب قيمتهم العدديه صح؟ انت عندك عايزين القيمه اللي موجوده هنا ولا بمتين؟ عايز القيمه دي؟ عايز القيمه تحت وش النظار بسميه اتش 2 عايز القيمه تحت الكسره دي بسميها اتش 3 اهي عايز القيمه دي عايز القيمه تحت وش النظار قبل الشيت ولا بعد الشيت بعد الشيت بايت بسميها اتش 2 اللي حصل عندها دروب اللي حصل عندها دروب بعد الدروب عايز القيمة دي هي دي مش ماشية
الرسمة قوي. بعدين القيمة. عايز القيمة عند الكسرة دي اهي. دي بسميها ايه؟ اتش ثلاثة. وصلت الشباب؟ طب لو اتش ثلاثة هنا. اقدر اقول اتش ديزاين. واحد على السين. مليان متان. واحد على السين. واسقلت هنا على السين. ناقص حتة مش عارفها اصلا. ما هي. يا جماعة ايه الاثنين لحد وش النظار هنا. بص الكسرة فين. يبقى انا دي مش عارفها. يبقى يفضل اخدها من هنا. من هنا. من الناحية التانية. هي عبارة عن ايه? صفر. يعني ايه ثلاثة هنا عبارة عن ايه? صفر زائد. في ثلاثة على السين. الحتة دي كام? اكس على صح. طب خد بالك ان انت وهي خلال ما هي كانت ماشيه الاكس دي كان في هنا ايه شيل باي هتحسب قيمته برضه. انا عندي اكس وفي كمان ايه 2 دي على السي بلس. صفر زائد. تمام? تعالوا بقى نكمل المسألة بتاعتي لو حد عايز يقعد يسأل من ساعة. تعالى نكتبها تاني. اتش ثلاثة. صفر. زائد. في ثلاثة دي مش قيمة رأسية. هقسمها على السين انا عايزها. اتش دي مش قيمة افقية. هقسمها على السين. طب اتنين دي رأسية على السين. عرفت الفرق بينهم بلاي؟ ليه؟ أي مسافة أفقية هتحط فيها لين تقسمها على عايز أجيبها عند وش الأطراف. لو في شيت بايل فأنت بتجيبها القيمة اللي بعد الشيت بايل اللي هي دي يبقى دي اتش ليه دي بتاعتك؟ تعالى كده اكتب القانون بتاعها مليوني بقى لو سمحت. اتش ديزاين تي واحد ناقص تي واحد على ناقص تي واحد على واحد على سي بلاي ناقص 2 دي على سي بلاي. وصلت تيجي نعوض. نعوضنا على الرو. اتش ديزاين 015 تي واحد بفرضها بواحد متر شايف على الفرد اللي انا فرده على سي بلاي اللي هي 18 ناقص 6 على 18 ناقص 2 دي كانت بكام؟ 2 ونص 5 هتلاقي اتش 2 بفتح عليك 1.4 اكتر من كده هيروح في المايه مش هيحلك كويس. ما حلوش والله. في معادله نستخدمها هنا. كام سو مذاكره مش هيحل. المعادله دي بتقول لك ايه يا شباب؟ لقيمة الابلفت فورس عند اي مكان. قيمة الابلفت فورس عند اي مكان. هي عبارة عن الجارة كونكريت ماتيريال سب مارجن مقسومة على فاكتور مقداره 1/3. ثانية واحدة. المسافة بتاعتك اللي انت عايز تجيبها. انت عايز تحسب دلوقتي تحسب الشروط في اي مكان. انا مش عايز احسبها في اي مكان. انا عايز اجيب قيمه الاكس. قيمه الاكس دي عشان خاطر اجيبها هاخد الحته دي من ال سكوير صح. لان انا مش عارف انا مش حته قد ايه واحسب حته قد ايه. انا بحسب عند المنطقه دي بس. فهجيبها من الناحيه دي. عارف لو كان من ناحيتك بقى ايه اتش واي ناقص 1 على السينوس ال 1 على السينوس ال 2 على السي ناقص حته من ال سكوير قد ايه بسميها وار. هجيبها واروح رايحه من ال سكوير هتبقى لي الاكس. يبقى ايه لازمه اللفه دي؟ قلنا عندنا ان في قانون علاقه بين الاب ليفت فورس
سولت الفلور اللي بتأثر عليه هي عبارة عن الاتش بتساوي الكامل السمرجن بتاع المنشأ نفسه مضروبة في السمك. أنا هسم. هي جاما سمرجن جاما أصلا في كليت ماتيريال في كام؟ صغر سنة عادية. اثنين. سمرجن يعني كام؟ الاكس موجود. طب ايه اللي اعمله؟ ارجع لنفس القانون ده هقول ان الاتش 3 بتساوي 1 2 على 1 3 من 1 تيجي فوق 9 3 بت تمام؟ اقدر بقى ساعتها اعمل ايه؟ اخد القيمه دي واعوض كده اشيل اتش 3 واحط دي تلاتة واحد 18 اكس اللي مش عارفها على وجزء اكس كده جزء الاكس هتطلع 15 74 اسرع 15 74 دي اليس لو كان بكام؟ ب 17 97 صح؟ فاكرين؟ ايوه صح كده 17 دي تعالوا نرسمها كده بره. وما نصح خلينا على كده اول وبعدين تانية بره. هنا ما فيش بايت خلاص رسمت بايت اساسا. المسافه كلها 17 97 انا طلعت الاكس ب 15 74 طالما الاكس اقل من ال سكوير اتوقعها على الرسم. تقول هنا كده والله يا باشمهندس الاكس عندنا بتساوي 15 7 4 7 بس. طب افرض يا باشا طلعت الاكس بتاعتك ب 27 متر لا ده شكلها يبقى عامل ازاي؟ بتصفر بقى ادي الهضره اهو وادي ال سكوير اللي هي 17 وحته 3 18 عامله كده اهي ده داخله بقى فين؟ بص جوه داخله ايه ده؟ ساعتها بقى انت ما ينفعش تنفذ ده. امال تنفذها ازاي؟ مش احنا اصلا كنا نمشي دي واحد ودي دي اثنين ودي دي ثلاثه كنا بننزل من وش الهضاره 45 درجه لحد ما نقابل ونطلع 45 درجه. نفس اللي انت بتعمله ده بيتعمل اساسا. نفس ده بتعمله فين؟ الناحيه الثانيه اهي هتنزل ب 45 درجه وتطلع
وصلت شبه؟ وصلت. هتبين على الرسمة الشكل ده. ترى لو بينت الشكل ده طبيعي مش هتكتب الاكس لانك مش هتنفذها. كتبت لي الاكس يبقى انت هتمشي مسافة 15 اكس لان من هنا بتنزل بالايه؟ 45 درجة. استبينا؟ حلو كده؟ دي فيها مشكلة؟ لو سمحت بعد اذنكم حلو خلاص كده على الهضرات بتاخد وقت. وبعدين انت قوانين مش اوبن بوك فانت بتحفظها، فانت محتاج حل كتير عشان تسمع.